مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 8230 مشترك. النهاردة بنتكلم عن موقع لايت لاند اللي اتكلمنا عليه قبل كده. الموقع كان بيدي بونص تسجيل، لكن حاليا احنا نقدر نستغله عن طريق البونص اللي بيقدمه للريفيو. لو عملت له ريفيو او تستثمر فيه، انت هنا بتحط محفظة اللايت كوين، هسيب لك برضو فوصة اسفل الفيديو. هنا دي الالة الحاسبة، تقدر تحسب ارباحك اليومي والتوتال الاجمالي بتاع الايداع بتاعك مع الارباح. الموقع ليه 3 خطط استثمارية. اول خطة بتدينا 12%، ده مدى الحياة. الحد الأدنى للاستثمار فيها 0.01، والحد الأقصى 50,000 لايت كوين. الخطة التانية بتدينا 700%، ده عائد لمدة 30 يوم. الحد الأدنى للاستثمار 0.01، والحد الأقصى برضو 50,000 لايت كوين. وهنا الخطة التالتة بتدينا 1,800%، ده عائد لمدة 90 يوم. الحد الأدنى للاستثمار 0.01، والحد الأقصى 50,000 لايت كوين. الموقع بقاله 16 يوم، مسجل فيه 58,340. اجمالي الايداعات في الموقع 19,288 لايت كوين. واجمالي السحوبات في الموقع 4,649 لايت كوين. ودي اجمالي السحوبات في الموقع. هنا بنسجل طريقة التسجيل في الموقع. هتحط هنا محفظة اللايت كوين، هات الداشبورد، ده البي اوت، ده اللي انا سحبته من الموقع، تمام. لو احنا روحنا على كلمة بي اوت من هنا، هتلاقي اللي انا سحبت من الموقع 0.029، وده اللي اتسحب من الموقع اهو 0.029 من عملة اللايت. هنا لو احنا عايزين نودع في الموقع، بنضغط على كلمة يور ديبوزيت، بعد كده بنضغط على كلمة سيلكت من هنا، ونودع بأي عملة من العملات دي. مثلا احنا هنودع بعملة اللايت كوين، فاحنا هنختار اللايت كوين من هنا، هيديني هنا عنوان ادرس، تمام. والحد الأدنى زي ما احنا قلنا 0.01 من عملة اللايت كوين. ده لو احنا حابين نستثمر. لو احنا عايزين نسحب، هو بيتم السحب على المحفظة اللي انت مسجل فيها مباشرة. لو احنا عايزين نستخدم الموقع كبونص، بنضغط على كلمة بونتي من هنا. الموقع بيدي هنا بونص على اليوتيوب، بس لازم تنفذ الشروط دي. لازم يبقى الجودة بتاعت الفيديو 720، هنا الفيديو لازم يعدي 3 دقايق، لازم يكون عدد السبسكرايب عندك 500 سبسكرايب، بتعمل له الكلام ده يوم واحد في ال10 ايام، تمام. بتضغط على كلمة سبمنت من هنا، وبترسل اللينك بتاع الفيديو من هنا، وبتضغط على كلمة سند تليجرام، تمام. لو انت عندك جروب على التليجرام برضو، ممكن تعمل له بوست على التليجرام، بس لازم يكون معاك 300 سبسكرايب. وبتعمل له برضو الموضوع ده كل مرة في ال10 ايام. بنضغط على كلمة سبمنت من هنا، ونضغط على كلمة اللينك، ونضغط على كلمة سند. وبعد ما بيتم الريفيو، بيدي لك البونص بتاعك على المحفظة بتاعتك مباشرة. موقع لايت لاند من المواقع اللي احنا نقدر نستغلها عن طريق البونص. اي استفسار واي تعليق تقدر تسيبه اسفل الفيديو او على الصفحة الخاصة، صفحة استثمار عرب على الفيسبوك. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.